صباح استثنائي كل يوم. كيف تضاعف إنتاجيتك وتفجر طاقتك وتجعل حياتك رائعة كل صباح؟ تأليف ديمين زهارييتز، ترجمة عن النسخة الإنجليزية التي نشرت عام 2017 دينا المهدي، صادر عن دار دون، بصوت إسلام عادل. حكم على مر العصور. عندما تستيقظ صباحا، فكر في كم هي ميزة ثمينة أن تكون على قيد الحياة. أن تتنفس، تفكر، تستمع وتحب. ماركوس أوريليوس. قد تقاعدت؟ إذا كان هناك أي شيء من شأنه أن يقتلني، فهو أن أستيقظ في الصباح وأنا لا أدري ماذا سأفعل. نيلسون مانديلا. إذا فزت بالصباح، فزت باليوم. تيم فارس. حياتي بدون روتين صباحي. في وقت ما في حياتي لم يكن يسير صباحي على أي نظام على الإطلاق. كنت قد استقلت للتو من وظيفتي بشركة كبرى، وبالتالي لم يكن لدي مكان لأذهب إليه الساعة 8 صباحا، وبالتأكيد لم يكن لدي أي مكان يتطلب مني ارتداء أي شيء أكثر من تيشيرت وشورت. استغللت هذه الحرية تماما، فقد كنت أستيقظ بدون منبه بعد الساعة 10 صباحا، ثم أسترخي لفترة من الوقت لأتابع الأخبار وأتفقد مدونات عشوائية وأتناول الإفطار، ثم أستحم وأنظف أسناني وأجمع أغراضي، اللابتوب وزجاجة الماء وما إلى ذلك، ثم أتجه إلى مقهى بالقرب من منزلي. وفي بعض الأحيان كنت أغادر بيتي في الساعة 11 صباحا، وأوقات أخرى في الساعة 1 ظهرا. بعبارة أخرى، كان صباحي مضيعة للوقت، ولم يكن لدي روتين مناسب أتبعه. والأسوأ من ذلك أن امتد تأثير هذا الروتين المتراخي إلى ما بعد ساعات الصباح، وأصبح تأثيره مضاعفا على بقية يومي. لو أردت أن ألخص أسلوب حياتي في كلمة واحدة ستكون السبات. فلم يكن لدي طاقة أو دافع، وكنت أشعر بالملل والقلق. كما لك أن تتخيل، قلت كفاءتي إلى أدنى مستوياتها، وانساب الوقت من بين أصابعي دون أن أتحكم فيه. لم أكن جاهلا بموضوع الروتين الصباحي، بل بالعكس كنت أتبع روتينا فعالا قبل تركي عملي في الشركة. كنت أستيقظ في 4 صباحا، أسكب لنفسي كوبا من القهوة، وأبدأ بجمع استعراض بيانات المبيعات من اليوم السابق. وفي حوالي الساعة 5:30 صباحا كنت أهرع إلى الحمام، ثم أرتدي ملابسي، ثم أذهب إلى ستاربكس لأكتب مقالات من الساعة 6 صباحا وحتى 7:45 صباحا، ثم أتوجه إلى المكتب. كنت أحرز تقدما استثنائيا بسبب روتيني الصباحي الذي يسير كعقارب الساعة، ونتيجة لذلك كان حجم الأعمال التي أنجزها، الأعمال المهمة المكملة لأهدافي، ضخما. وفي مرحلة ما كان عندي مئات المواقع على الإنترنت، وكتبت كتابا جاء على رأس قائمة الكتب الأكثر مبيعا، كما كتبت نشرة أسبوعية قرأها آلاف المشتركين، وكنت أخصص 50 إلى 60 ساعة في الأسبوع لوظيفتي في الشركة. في الحقيقة أنا لا أبالغ لو قلت أن هناك فرقا شاسعا في كفاءتي وإنجازي بين الفترة التي اتبعت خلالها روتينا صباحيا يوميا والفترة التي توقفت فيها عن ذلك. فقد كان أسلوب حياتي بالروتين الصباحي أفضل بلا منازع، وصباحي بدون روتين كان كارثيا. اليوم اختلفت الأمور في حياتي بعد أن تمكنت من تغيير روتين الصباحي اليومي ليعيد لي نشاطي ويساعدني على التركيز ويضاعف إنتاجيتي وإنجازي. في رأيي تلك الأمور تمهد الطريق ليوم عظيم وناجح. سأشارك معك عزيز القارئ روتين الصباحي لاحقا في هذا الكتاب، والأهم من ذلك سأعرض عليك كيف يمكنك ابتكار روتين صباحي وأسلوب حياة يساعدك على تحقيق أهدافك. قبل أن نتعمق في الحديث عن ذلك، دعونا نتحدث عن الطرق العديدة التي سيغير بها روتينك الصباحي حياتك للأفضل. 10 طرق سيغير بها روتينك الصباحي حياتك للأفضل.
الفوائد التي ستجنيها عند اتباع روتين صباحي في حياتك اليومية ستكون استثنائية، فبعض الأشخاص يكتشفون أنهم أكثر إنتاجية ونشاطا طوال اليوم، على عكس آخرين يكتشفون أنهم أكثر استرخاء وتأملا. لكن لا يزال الكثيرون يتفاجؤون عندما يعرفون أن اتباع روتين صباحي هادف يجعلهم أكثر نشاطا وثقة وتركيزا. يكتشف معظم الناس بعد أسبوع أو اثنين أن فكرة الاستيقاظ مبكرا لم تعد تشعرهم بالاكتئاب، بل بالعكس أصبحوا يتطلعون إلى الاستيقاظ باكرا، لأنهم يعرفون أن روتينهم سيساعدهم على بدء يوم ناجح وعظيم. ستكتشف فوائد النظام الصباحي الذي ستحول حياتك حرفيا. وهذه هي الطرق العشرة التي سيغير بها الروتين الصباحي حياتك للأفضل. 1. الروتين الصباحي سينظم جدول يومك. اتباع روتين مدروس ومخطط له جيدا كل صباح سيساعدك على وضع جدول ليومك بشكل أفضل، وتكرار أنشطتك المفضلة، سنتحدث عن ذلك أكثر فيما بعد، سيجعل صباحك وباقي يومك أكثر انتظاما، وبالتالي سيساعدك ذلك على الانتباه إلى أداء المهام بقدر أكبر من الكفاءة والفاعلية. 2. ستشعر بالمزيد من الحيوية والنشاط. الكثير من النشاطات الصباحية يمكن أن تجدد حيويتك بشكل هائل، والأهم من ذلك ستساعدك بعض الأنشطة على الحفاظ على ارتفاع مستويات طاقتك في منتصف النهار. مثلا إن ممارسة التمارين الرياضية والسير على القدمين لمسافة قصيرة وتناول وجبة إفطار عالية البروتين، كل تلك العادات ستجعلك تشعر بالحيوية والنشاط. كما اكتشف البعض أن ممارسة اليوغا والتأمل والاستحمام بمياه باردة تفي بالغرض دائما. سنتحدث أكثر عن خلق روتين صباحي جيد في الجزء الثاني. 2. ستكون أقل عرضة للملل في اتخاذ القرار. كلما زاد عدد القرارات التي تتخذها تدهورت جودة تلك القرارات. يسمى هذا التأثير الملل في اتخاذ القرار decision fatigue، وإذا بدأت بوادر هذا النوع من التعب تصبح أقل قدرة على الانضباط الذاتي والتحكم في دوافعك والقيام بخيارات عقلانية. فالروتين الصباحي يقلل عدد القرارات التي تتخذها في الصباح، والأنشطة التي تختارها تصبح عادة، مع استبعاد المهمة الصعبة المتمثلة في اختيارنا بالقيام بتلك الأنشطة أم لا. فاتخاذ قرارات أقل في الصباح يسمح لك بالحفاظ على قوة إرادتك لصنع القرارات خلال بقية يومك. 4. ستكون أكثر إنتاجا على مدار اليوم. عندما يبدأ صباحك بشكل جيد ستصبح على دراية بهذا التأثير من واقع تجربتك المباشرة، فستشعر بأنك تملك زمام الأمور ولديك قدرة أكبر على اتخاذ القرارات المهمة في الحياة. جزء من هذا الشعور يرجع إلى التفكير الإيجابي تجاه الحياة، وجزء آخر يعود إلى التمتع بأكبر قدر من الحيوية والحماس مع تقليل التعرض للتوتر والقلق، والجزء الأخير من هذا ينبع من الفهم القوي لما يلزم القيام به طوال اليوم. فالروتين الصباحي الجيد يهيئ عقلك للتعامل مع التحديات والعقبات اليومية التي لا مفر منها والتي تعطل إنتاجيتك بطريقة أخرى. 5. ستشعر بتحسن. روتينك الصباحي سيشتمل على نشاطات صحية لعقلك وجسمك أو كليهما. مثلا قد تبدأ يومك بكوب ماء ثم تمارس اليوغا والتأمل، أو قد تقرر أن تركض بعد استيقاظك مباشرة ثم تأخذ حماما ساخنا وتتناول وجبة إفطار عالية البروتين. قارن هذه الأمثلة بالعادات التي يمارسها معظم الناس في الصباح. يستيقظون على جرس المنبه فيضغطون بسرعة زر الغفوة سنوز ليعودوا مجددا للنوم، ثم يحملون نفسهم بكسل خارج السرير لأخذ حمام سريع، ثم يلتهمون فطائر الدونات أو الفطائر الدنماركية مع كوب قهوة، ثم يركضون إلى عملهم أو يهرعون لتحضير أولادهم للمدرسة. فلا عجب أن يشعر الكثيرون بالتعب طوال اليوم. 6. ستشعر بضغط أقل. لقد عانيت من الضغط الذي يصاحب الاستيقاظ في آخر لحظة والسعي لاهثا لإنجاز كل المهام،
كلنا نفعل ذلك، سواء كنا نسرع للوصول إلى المكتب في الوقت المحدد أو نتأكد من أن أطفالنا جاهزون للمدرسة، مرتدين ملابسهم وواجبات غدائهم جاهزة وما إلى ذلك. يمكن أن تسبب سلسلة المهام التي تطرأ في آخر لحظة قلقا شديدا. روتين الصباح الجيد سيقضي على التوتر، سيمنحك متسعا من الوقت لمعالجة كل ما يحتاج إلى اهتمامك. عندما تغادر منزلك ستشعر كما لو أنك تتحكم بشكل كامل في يومك. 7. ستنعم بعقلية أكثر إيجابية. عندما تتمتع بأكبر قدر من الحيوية والحماس وتقلل التعرض للتوتر والقلق، فمن الصعب أن يكون لديك موقف سلبي. ستشعر بالسعادة بشكل طبيعي وتلقائي. ستكون أيضا أكثر تفاؤلا بشأن ما يمكنك تحقيقه خلال اليوم بغض النظر عن العقبات التي تواجهها. لا تتفاجأ إذا لاحظ زملاؤك في العمل أو أفراد عائلتك التغيير الإيجابي في سلوكك، ولا تتفاجأ إذا انجذبوا نحوك. السلوك الإيجابي يجذب الآخرين. 8. ستتحسن صحتك. إن الأنشطة التي تقرر ممارستها في الصباح يجب أن تساعد على استعادة صحتك البدنية والعقلية، وهذه الأنشطة مثل اليوغا والتأمل والجري وتناول إفطار صحي ومغذ وشرب الماء. إن ما سبق ما هو إلا مجرد عناوين رئيسية، والخلاصة إن روتينك الصباحي يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على جسمك وعقلك، سواء كنت ترغب في إنقاص وزنك أو استرجاع لياقتك أو تنشيط ذاكرتك، فإن الأنشطة التي تمارسها ستساعدك على تحقيق أهدافك. 9. سيصبح تركيزك أفضل. عندما تبدأ يومك بروتين صباحي جيد ستنعم بقدر أكبر من الوضوح. ستكون قادرا على التركيز بشكل أفضل على كل ما تريد إنجازه. فالتركيز يعتمد على النشاط والحيوية، فكلما زادت حيويتك كان من الأسهل عليك أن تركز، بالإضافة إلى شعورك بأنك أقل ضغطا وبصحة جيدة. فعندما يكون جسمك بصحة جيدة ولا يكون عقلك مثقلا بالقلق، يمكنك التركيز في المهمة بسهولة. كذلك سيتحسن تركيزك عندما تحظى بنوم أفضل، وسوف نتحدث عن النوم في الجزء الأول، كيف تهيئ الظروف لصباح ناجح. 10. ستستمتع بيوم هادف بدرجة أكبر. ستكتشف أن روتينك الصباحي سيساعدك على تحقيق أهداف أكبر خلال بقية يومك. ستشعر بصلة أقوى تربطك بالمهام والمشروعات التي تحتاج إلى إنجازها. ستستمتع بقدر أكبر من الوضوح والتركيز على أهم عناصر اليوم وكيف أنها تستكمل أهدافك بعيدة المدى. هذه قائمة لا تشمل كل المزايا التي ستشعر بها عندما تبدأ روتينا صباحيا جيدا، وإنما هي أكثر الفوائد التي يستمتع بها الناس شيوعا عندما يبدأون يومهم بروتين هادف كل صباح لتحقيق غاياتهم. فلنتحدث الآن عن أهمية تحديد النوايا في ابتكار واتباع روتين صباحي جيد. أهمية تحديد النوايا: ضع في اعتبارك أسباب استيقاظك في الصباح. ربما يكون أحد أسبابه هو أن تصل إلى عملك في الوقت المحدد، وربما تنهض من السرير لتتأكد أن أطفالك مستعدون للمدرسة، أو ربما تعمل عملا حرا وتعلم أن البقاء في السرير يعني أنك لا تعمل، وهذا يعني أنك لن تكسب المال. تستند هذه النوايا على الضرورة، فأنت تتصرف لأنك تشعر بأن عليك أن تفعل ذلك. فمثلا إذا كنت معتادا على الوصول للعمل متأخرا فقد يتم طردك، وإذا فشلت في توصيل أطفالك إلى المدرسة في الموعد المحدد فقد يؤثر تأخرهم سلبا على درجاتهم. إذا فشلت في تسليم المشروعات بصفتك عاملا مستقلا فلن تتلقى أجرا مقابلها. نوايانا وأهدافنا قوية وقادرة على أن تحفزنا وتدفعنا نحو أهدافنا، ويمكن لنوايانا أن تحثنا على القيام بأشياء قد نعتقد أنها مستحيلة، لكنها يمكن أن تسبب لنا أيضا ضغوطا لا داعي لها.
الخبر السار هو أنه يمكنك تحديد أي نوايا وأهداف ترغب بها، فأنت قبطان سفينتك، أنت مخرج قصتك. وهذا أمر مهم عندما تبدأ في تصميم روتين صباحي جيد. طريقة التفكير هذا يمكن أن تحدد الفرق بين الالتزام بروتينك كل صباح والشعور بالسعادة للقيام بذلك والسماح لصباحك أن يمتلئ بالتوتر والقلق. كمثال، سأوضح لكم أحد أنظمة الصباحية، فأنا أتبع أنظمة مختلفة بناء على ما أحتاج إلى تحقيقه في يوم معين. إليكم روتين يومي الأحد المعتاد. في 5:30 صباحا أستيقظ من النوم. في 5:35 صباحا أنظف أسناني وأخذ حماما وأصفف شعري وأرتدي ملابسي. في 5:45 صباحا أشرب كوب ماء. في 5:50 صباحا أتوجه إلى مقهى قرب المنزل. في 6 صباحا أطلب قهوة أمريكانو، الكافيين ينشط عقلي. في 6:05 صباحا أقرأ مقالات لكتاب يعجبني أسلوبهم في الكتابة. أستمع إلى ألحان جيتار الفلامينكو الإسباني مثل العازفين أرميك وجيسيكوك وغيرهما كموسيقى خلفية أثناء القراءة. في 6:45 صباحا أتابع تقارير المبيعات على موقع أمازون. في 6:50 صباحا أستمع إلى مقطوعة فريدريك شوبان بريلود إن إي مينور، ثم أبدأ الكتابة. أحدد هدفا محددا في هذا الروتين الصباحي، وهو إعداد نفسي للكتابة. هذه النية ليست وليدة الحاجة، إنها نتاج الشغف. أذهب إلى الفراش يوم السبت متحمسا للاستيقاظ في صباح اليوم التالي لأتابع روتيني، لأنني متحمس للكتابة. عندما تبدأ يومك بروتين هادف لتحقيق غايتك، أنت بذلك تكون قد حددت نوايا مهمة بالنسبة لك. فالنوايا والأهداف تحفزك، والأهم من ذلك أنها تدفعك على اتخاذ خطوات فعلية لتحقيقها. فمثلا، وقتك الثمين كل صباح لن تضيعه في النوم ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي ومشاهدة التلفزيون. وبدلا من ذلك ستحدد هدفك ونيتك، ويفضل أن تفعل ذلك في الليلة السابقة، مما سيشكل سلوكك في صباح اليوم التالي. والوضع الأمثل هو أن نواياك ستحمسك وستجعلك تتطلع إلى تحقيقها. فعلى سبيل المثال، يمكنك تصميم روتين صباحي يساعدك على إنقاص وزنك. يجب أن يحمسك التفكير على الوصول إلى الوزن المطلوب ويؤثر على سلوكك. قد تبتكر روتينا يساعدك على الاسترخاء والتركيز، وفي هذه الحالة يجب أن تحفزك فكرة تحقيق توازنك والعثور على سلامك النفسي وبدء يومك بدون توتر. يمكنك خلق روتين يحفزك على بدء مشروعك الخاص الذي طالما فكرت في إطلاقه. يجب أن تدفعك فرصة كسب دخل إضافي وربما تطوير المشروع إلى عمل بدوام كامل. أعتقد أن تحديد النوايا والأهداف هو جزء أساسي من خلق روتين صباحي جيد والمواظبة عليه، وأفضل جزء فيه هو شعورك بأنك تتحكم في زمام الأمور تماما. أنت من يقرر ما تريد تحقيقه، لهذا عليك أن تضع روتينا صباحيا يساعدك على استكمال هذا الهدف تماما. أترى كيف يؤثر بدء صباحك بهذه الطريقة بشكل إيجابي على بقية يومك؟ ستشعر بالمزيد من الراحة والنشاط والتركيز، وكل ذلك سيجعلك أكثر فاعلية وإنتاجية. سيصبح هذا المفهوم أكثر وضوحا في هذا الكتاب. صباح استثنائي كل يوم. وعندما تنتهي من قراءة دليل التدريبات، سيكون وضع روتين يدعم نواياك وأهدافك أمرا طبيعيا بالنسبة لك. في القسم التالي سأصف ما يمكن أن تتوقع تعلمه من هذا الكتاب. تنبيه واجب: سنقوم بتغطية الكثير من المواد، وبما أننا سنتحدث عنها سريعا، لذا أنصح بوضع النقاط المهمة في جدول، لأنه سيكون مفيدا للغاية. ما الذي ستتعلمه من كتاب صباح استثنائي كل يوم؟ هناك 4 أقسام رئيسية في كتاب صباح استثنائي كل يوم. إذا ألقيت نظرة على المحتويات، ستلاحظ أننا سنغطي
كل الجوانب المهمة لابتكار واتباع روتين صباحي جيد، ويتم تجميع قطع اللغز من الجزء الأول إلى الرابع لتحصل على الشكل النهائي للروتين المناسب لك بأكثر الطرق بديهية. ستلاحظ أيضا أن الموضوعات منظمة بطريقة تضمن عثورك بسهولة على المقاطع التي أعجبتك لتراجعها لاحقا. أشجعك بشدة على العودة إلى هذا الكتاب بشكل دوري، سيصبح مصدر إلهام لك إذا واجهتك عقبات، كما ستكتشف تفاصيل استراتيجية مهمة تساعدك على ابتكار روتين مذهل والالتزام به. وإليك لمحة سريعة عما سنقوم بتغطيته في كتاب ليكن صباحك استثنائياً.